انت بتعمل كده ليه يا عم بندق؟ في ايه يا عم انت بتعمل كده ليه؟ اصلي جده ميكي كان يقصد بالجده بطه الاستاذه فاطمه النقراشي. انت موطي صوتك ليه؟ اصله كان متجوزها. متجوزها؟ متجوزها؟ الف مبروك. لا لا ما تشغليش بالك انت بالحاجات دي، خليكي بس مركزه مع شعرك الحلو ده. بقولك ايه، ما تقومي افرجك على الكرتون، على حرب البلابل انت بتحبيه. يلا يا حلوه خدوا راحتكم بقى. ها يلا يا حبيبتي لحسن يفوتك. يلا كمان متجوزها؟ مش كفايه مدوخنا وراه باللغز بتاعه ده؟ طب ايه حكاية بطة دي؟ دي كانت نزوة في حياته. اصل في حبة ايام كده كان زعلان مع ماما ميمي، قام الست بطة احتوته اتجوزها سنة. كانت احلى سنة في عمره كله. كان مديها بقى العقد ده اللي في المجلة، هدية بتاعت شبكة بتاعتها. العقد ده اصله اثري، ده بتاع الاميرة فوزية. طب هو انت عارف هي ساكنة فين بطة دي؟ طبعا عارف. كان هنا الجد بطة ساكنة في سيتي ستارز؟ لا البيت بتاعها كان هنا. يا سلام يا سلام يا أولاد ذكريات. البيت ده كان جميل جدا جدا، وليه جنينة كده كانوا تملي يلعبوا فيها سوا، وفي كشك وكلب، كلب صغير اسمه كان تملي. أنا مش فاهم ليه بس بيهدوا البيوت القديمة الجميلة دي ويروحوا حاطين مكانها الخرسانة دي. مش ممكن، البلد كلها بقت غابة من الخرسانات. هو أنت آخر مرة جيت هنا كان إمتى عم بود؟ من 40 سنة بعد العبور على طول. اوكي طب نسأل مثلا الجيران يمكن يقولوا لنا عنوانها فين؟ جيران مين يا حبيبتي؟ بيقولك ما جاش من 40 سنة، يعني اصلا ما كانش في مدينة نصر. طب هنلاقي فين الجدة بطة دي؟ هو انتوا عاوزين الجدة بطة نفسها؟ امال ايه يعني؟ الله، ما تروحوا لها دار المسنين. دار المسنين؟ ايوه ما قاعدة في دار المسنين. ايه ده؟ طب انت ليه ما قلتش من الاول انها في دار المسنين؟ ما انتوا قلتوا عاوزين بيت الجده بطه، جبت لكم بيت الجده بطه. انتوا لو قلتوا عاوزين الجده بطه نفسها كنت جبتكم على طول. بصوا انا عاوز الاسئله مباشره ومحدده، اجاوب انا على طول. واضح ان مش جده بس هو اللي حابب يلففنا، تبعت لنا عم بندق كمان عشان يشلنا. طب انت تعرف فين دار المسنين دي؟ ايوه طبعا. ربنا يستر. طب متأكد ان احنا هنلاقي الست اللي اسمها بطة دي هنا ولا ده من تخيلاتك برضو؟ طبعا متأكد، ده انا اللي موصل ست فاطمة هنا في دار الشفا بنفسي. ثانية واحدة، دي دار المنى. Are you sure؟ واتفر يا بنتي،